موسكو تهدد بضرب الأقمار الاصطناعية الأمريكية، ماذا وراء ذلك؟ طبعا هذه التصريحات كانت في إطار اجتماع اللجنة الأولى لحظر الأسلحة النووية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. نائب رئيس إدارة شؤون حظر الأسلحة وحظر استعمال الأسلحة النووية في روسيا قسطنطين ترونسوف أكد بأن الأقمار الاصطناعية الأمريكية ربما ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي في حال ما إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية واستعملت الأقمار الاصطناعية في النزاعات المسلحة. موسكو انطلقت من أنها لاحظت خلال الأزمة الأوكرانية بأن الولايات المتحدة وما تصفه بحلفائها بأنهم استعملوا الأقمار الاصطناعية في النزاعات المسلحة ودعموا الجانب الأوكراني بمعلومات استخباراتية وبصور التقطت عن طريق الأقمار الاصطناعية شاركت من خلالها القوات الأوكرانية في هجمات ضد الجيش الروسي وضد البنية التحتية لروسيا. الجانب الروسي يبدو بأنه يحذر وبشكل جاد من أن الولايات المتحدة الأمريكية في حال ما إذا قامت باستعمال هذه الأقمار الاصطناعية في الأعمال العسكرية فسيكون الرد الروسي بمثابة استهداف هذه الأقمار الاصطناعية. تستند أيضا موسكو في هذه التصريحات بأن وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أكدت بأن حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية يستعملون أكثر من 200 من الأقمار الاصطناعية من بين أقمار اصطناعية مدنية وعسكرية لدعم القوات الأوكرانية بمعلومات استخباراتية ومعلومات دقيقة يستعملها الجيش الأوكراني لضرب البنية التحتية للجيش الروسي واستهداف الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، هو الأمر الذي تصفه موسكو بالخطير والذي أيضا تؤكد من خلاله بأن مواصلة هذه السياسة وهذه الخطوات من طرف القوى الغربية سيجعلها طرفا في هذا النزاع وسيقرب أكثر روسيا والقوى الغربية. هنا الحديث بدرجة أولى بشكل مباشر على حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية. موسكو تحذر من إمكانية وصول هذا الصراع المباشر إلى صراع حقيقي بين الجيش الروسي والقوى الغربية. إذن على ماذا تستند موسكو يوسف في اتهامها أو قولها بأن حلف الناتو سوف يقوم بتجربة أسلحة حديثة على الأراضي الأوكرانية وحذرت من ذلك؟ ربما هذا يعكس أيضا التصريحات التي أدلت بها المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التي وصفت أوكرانيا بأنها باتت ساحة لتجريب الأسلحة الحديثة الغربية في إشارة إلى العدد الكبير من السلاح التي قامت القوى الغربية بضخه في أوكرانيا، أولا بهدف تجريب هذا السلاح، وثانيا بحسب ما أكدت زاخاروفا هي توريد السلاح والحصول على الكثير من الأموال بحسب الخارجية الروسية التي اتهمت أيضا أوكرانيا بأنها باتت أيضا ساحة للتجارب البيولوجية. وهنا الجانب الروسي يشير إلى المختبرات البيولوجية الأمريكية التي تدار على الأراضي الأوكرانية في الكثير من المرات. موسكو شككت في نشاطات المختبرات البيولوجية الأمريكية على الأراضي الأوكرانية ودعت واشنطن إلى ضرورة تقديم شروحات وتفصيلات أكثر بخصوص النشاط المريب لهذه المختبرات البيولوجية، كما أن موسكو أثارت هذه القضية في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تمارس نشاطات غير قانونية على الأراضي الأوكرانية.